قبل الفرح الجزء التاني. في الجزء الاول عرفنا فايدة الفاكهة، تعالوا اقول لكم طريقة ازاي نخفف السكر بتاعها باننا نضيفها على السلطات. في فواكه معينة بتليق قوي مع الخضار وبتخلي طعم السلطة احلى بكتير وفوائدها اعلى. الاتنين بيكملوا بعض، الخضار والفاكهة، فالفاكهة مش بتخلينا نزهق من الخضار، والخضار بيوازن السكر الموجود في الفاكهة. في تتبيلات كتير ممكن نضيف على السلطة بيكون فيها عسل، فبدل ما نضطر نضيفه بكميات كبيرة او نضيف سكر او نخلي حاجة تحلي طعم السلطة، بنضيف فاكهة احسن. ومش شرط الفاكهة تبقى مسكرة عشان بس نحطها على السلطة، في فاكهة حلوة قوي زي الرمان بتخلي طعم السلطة احلى بالمزازة والقرمشة بتاعته. الفراولة والمكسرات مع بلسم الجليز مع الجبنة بتعمل ميكس حلو قوي. التوت عامة مع الجبن سواء كانت حادقة او مايلد وعليها دريسنج خفيف مع جرجير وخس بتكون سلطة حلوة قوي وممكن تكون وجبة. الورق الاخضر بتبعته بيزهق، مش هنقدر ناكله بكميات لو هو لوحده، بس لو ضفنا له الحاجات دي وشوية فاكهة تدي تويست كده في الطعم، هنلاقي نفسنا بناكل سلطة كل يوم. مع تتبيلة كويسة تمزج المكونات مع بعض. في ناس بتحب تحط فواكه غريبة على السلطات، بالنسبة لي أغرب فاكهة حطيتها هي الليتشي. قولوا لي إيه أغرب فاكهة حطيتوها قبل كده على سلطة، واستنوا الجزء الثالث.